طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أنت كمواطن عراقي كيف ترى زيارة باب الفاتيكان إلى العراق؟ ما هو رأيك بهذه الزيارة؟ أليست هذه الزيارة تصب في دعم الطبقة السياسية الحاكمة التي أهلكت الحرث والنسل ونشرت القتل والدمار والفساد في العراق؟ أم أنها رسالة سلام كما يقول الفاتيكان لشعب العراق؟ أليس السلام الذي كان يعيشه العراقيون دمره من جاء مع الدبابة الأمريكية؟ لماذا يلتقي باب الفاتيكان بشخصيات متهمة بقتل العراقيين؟ أم أنه لا يعرف أنهم متورطون بدم العراقيين؟ وصل بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الجمعة إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى برؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وقادة قوى سياسية وميليشياوية ودبلوماسيين في أول أيام زيارته إلى البلاد التي تستمر حتى 8 من الشهر الحالي. دعا المجتمع الدولي لأن يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط، وشدد على أن التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها إلى التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان. عبر عن أسفه بأن العالم يعيش اليوم في زمن الاستقطابات والتقاطعات، وأن الشرق الأوسط يواجه أزمة في التعايش والقبول بالآخر بسبب التوترات والإرهاب، وهو ما يهدد مستقبل الجميع. شدد بأنه يجب مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم التعايش والتنوع، وهو أفضل هبة تمنحها للأجيال القادمة. وأشار إلى أن العراق أمام تحديات جسام واستحقاقات كبيرة تتمثل في إصلاح منظومة الحكم في البلد وتعزيز سيادته. هذه رسالة واضحة. ودعا إلى أن يكون العراق ساحة للتوافق والتعاون بين دول المنطقة وركنا أساسيا في منظومة إقليمية قائمة على أساس احترام السيادة والتكامل الاقتصادي، ورفض أن يكون البلد ساحة للصراع والتناحر. أشار إلى أن مسيحي الشرق أهل هذه الأرض وملحها، فلا يمكن تصور الشرق بلا مسيحيين، وبأن استمرار هجرتهم من بلدان الشرق ستكون له عواقب وخيمة على قدرة شعوب المنطقة نفسها في العيش المشترك. ولفت إلى أن ظروف الحياة تحت تهديد وباء كورونا أكدت حاجة العالم إلى السلام والتكاتف معا، والابتعاد عن الاستقطابات والتقاطعات المختلفة لتسخير الإمكانات الجماعية لكل البشر. ودعا إلى متابعة مبادرة لتأسيس بيت إبراهيم للحوار الديني كما وصفوه، وأن يضم مندوبين عن الفاتيكان والنجف والأزهر والزيتونة المراكز الدينية في العالم. ومن المقرر أن يتوجه البابا للقاء المرجع علي السيستاني في مدينة النجف قبل أن ينتقل إلى مدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار، حيث يقع مقام النبي إبراهيم، ويلقي خطبة هناك بحضور حشد كبير من رجال الدين لمختلف الديانات والطوائف، ثم يعود في اليوم ذاته إلى بغداد للمشاركة في قداس في كاتدرائية مار يوسف وسط بغداد. في اليوم الثالث من الزيارة سيتوجه إلى أربيل التي تضم أعدادا من أبناء الطائفة المسيحية النازحين من الموصل وضواحيها منذ سنوات، إذ من المقرر عقد لقاءات عدة هناك مع شرائح مختلفة، لينتقل بعدها إلى سهل نينوى حيث يشارك مراسم الصلاة لضحايا الحرب في كنيسة الطاهرة ببلدة قرقوش المغلة في القدم في سهل نينوى، بعد ذلك يعود إلى أربيل لكي يحتفل بالقداس في ملعب فرانسو حريري قبل العودة إلى العاصمة بغداد. طبعا تخضع العاصمة العراقية بغداد لإجراءات أمنية مشددة منذ عدة أيام، تضمنت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية وفرض إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء. سيقيم البابا فرانسيس في دار الضيافة المخصص لكبار الزوار القادمين إلى البلاد. طبعا احنا شفنا التحضيرات اللي صارت قبل أيام، ومنها تبليط الشوارع وتنظيف، حملة كبيرة قامت بها الحكومة، وإن كانت يعني حملة مؤقتة، يعني بعض الشوارع شفناها
ربما تستخدم لمرة واحدة إذا كانت في الطريق المؤدي إلى مدينة أور الأثرية والتاريخية، وكذلك التنظيف الذي اللي صار في بغداد وفي مناطق أخرى، وهذا أثار كثير من التساؤلات لدى العراقيين أنه لولا يعني قدوم بابا الفاتيكان ما كانت الحكومة تحركت باتجاه تنظيف وتبليط وإكساء الشوارع في بغداد أو في المناطق الأخرى. هناك من العراقيين من عبر بطريقة تهكمية وبطريقة مضحكة حول زيارة البابا، صح هي طريقة تهكمية ولكن تنقل صورة الواقع في العراق. خلونا نشوف رجل من الناصرية ومع بعض الأطفال كيف يرحبون ببابا الفاتيكان، وهي رسالة لنقل مأساة أهالي أو شعب العراق. نشوف المقطع اللي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ونرجع لكم. الوطن صاير خرابة، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا الفاتيكان، هلا بابا هلا بابا، أبد ما عدنا أمان، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا فرانسيس، هلا بابا هلا بابا، شفت بعيونك الخيس، هلا بابا هلا بابا، دقي دقي يا ربابا، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا فرانسيس، هلا بابا هلا بابا، شرد من عندهم ابليس، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا هلا بابا، شوف حال الناصرية، هلا بابا هلا بابا، دمروها النقرية، هلا بابا هلا بابا، شوف حال الناصرية، هلا بابا هلا بابا، دمروها النقرية، هلا بابا هلا بابا، شامخة وحرة وأبية، هلا بابا هلا بابا، بابا ذولاك العصابة، هلا بابا هلا بابا، بابا ذولاك العصابة، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا هلا بابا، شوف حاله يا عراق، هلا بابا هلا بابا، عذبوه أهل النفاق، هلا بابا هلا بابا، عذبون أهل الكراسي، هلا بابا هلا بابا، دمرون أهل الجناسي، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا الفاتيكان، هلا بابا هلا بابا، روح عمي بكل مكان، هلا بابا هلا بابا، ضيف كل جمعة تجينا، هلا بابا هلا بابا، تفتر تشوف المدينة، هلا بابا هلا بابا، الناس ما عندهم أمان، هلا بابا هلا بابا، عذبان البرلمان، هلا بابا هلا بابا، وهلا بيك يا جد، وهلا بيك يا جد، وهلا بيك يا جد، وهلا بيك يا جد، وهلا بيك. يعني مضحك الكلمات ولكن حقيقة معبرة عن واقع العراق وما يعيشه العراقيون. طبعا بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان، نشر موقع الفاتيكان تقريرا كشف فيه عما يتعرض له المسيحيون في العراق من مضايقات وعمليات تخويف من جانب الميليشيات في ظل انعدام الأمن والاستقرار، وتطرق التقرير إلى الهجرة الجماعية للمسيحيين بعد 2003 والجرائم التي اقترفت ضدهم، فيما لم تستقبل بعض الميليشيات بحماس الأنباء عن زيارة البابا إلى العراق. وقال الموقع بأنه خلال السنوات الكارثية التي وصفها بالكارثية التي أعقبت حرب العراق عام 2003، قتل واختطف العديد من المسيحيين العراقيين بمن فيهم قساوسة، وأشار إلى استمرار النزوح بسبب التحديات الاجتماعية والمالية المختلفة. من جهته قال رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو بأن زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق تأتي في وقت لم يبقى من المسيحيين في البلاد إلا ما يقارب 500,000 مسيحي فقط. والنائب السابق جوزيف صليوة في البرلمان قال بأن زيارة بابا الفاتيكان لن تصب في مصلحة المسيحيين في العراق، وأوضح صليوة بأن زيارة البابا منحت الشرعية للسلطات في العراق التي همشت دور المسيحيين، وأشار إلى أن تهجير قرابة 2,000,000 مسيحي من العراق خلال السنوات الماضية. من جهته قال النائب يونادام كنا بأن البابا فرانسيس لا يمكنه إجراء التغيير ومكافحة الفساد. معنا اتصال أبو أسد من البصرة. أبو أسد، شلون تقيم زيارة البابا إلى العراق في هذا الوقت؟
أبو أسد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. وأحيي زيارة الباوة إلى العراق. نعم. هاي واحدة. اثنين، توقيت الباوة بيت نعم. العراق. نعم. من الاحتلال أو قبل الاحتلال ما حد فكر من البابوية كل اللي تبدلت يجي العراق. نعم. شنو توقيت البيت في العراق؟ شنو البيت في العراق؟ اثنين، التقى بالرئيس الوزراء والتقى بالرئيس البرلمان رئيس الجمهورية. نعم. رئيس الجمهورية هاي معلومة. راح يلتقي بالموصل هو. راح يلتقي بالموصل ويلتقي بالنجف. نعم. أنا بس أريد نقطة تكون الشعب ينتبه عليها والبرنامج عليها شلون تنتبهين عليها. بس أريد الشعب والمستمعين كلهم والصبايا كلها تنتبه. نعم. نعم. نعم أبو أسد تسمعني؟ هناك مشكلة بالاتصال مع أبو أسد، أرجو أن تعاود الاتصال معنا أبو أسد من البصرة. طبعا تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بالسخرية واسم اطلب من البابا الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى البلاد، ويسعى العراقيون من خلال هذا الوسم إلى لفت الأنظار لمشاكلهم بطريقة تتخللها السخرية، حيث تحدث الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن معاناتهم اليومية مع تدهور الخدمات الصحية والعامة والطرقات بالتزامن مع قيام الجهات الحكومية بتنظيف وترميم بعض الطرقات والمواقع للمرة الأولى منذ عقود استعدادا لاستقبال البابا. خلونا نشوف هذا الوسم ونقرأ بعضها على منصة تويتر. هناك من قال على منصة تويتر، سجاد يقول حكومة تستحي من البابا وما تستحي من رب العالمين، وآخر قال يقول من عجائب شعبنا العراقي المسلم المؤمن أنه ينتظر رجل الدين المسيحي ليشكو له سطوة الأحزاب الإسلامية الحاكمة. نعم. يقول ترند الثورة يقول اطلب من البابا ان يفتح جوجل ويكتب عبارة المجازر التي حدثت ضد المتظاهرين العراقيين في ثورة تشرين. نعم. علي يقول عسى ان يكون هو وسيلة الى العالم للحد من الطامعين والتدخلات الخارجية عبر من يمثلهم في الداخل. نعم. هناك من نشر صور يعني لشخصيات في عالم هوليوود أو عالم التلفاز، ويقول البابا بعد ما يخلص زيارته إلى العراق. يقول أحمد الناصري قوموا بإخبار البابا بأن في العراق رجال دين قتلوا شعبهم. نعم. نعم. لينا تقول طول مدة زيارتك للعراق فد 5 سنوات رحمل جدك، حتى شوارعنا كلها تتبلط لأنه بس تنتهي زيارتك الحكومة راح تشيل التبليط من الشوارع الكثير. طبعا هذا الوسم صار له تقريبا 3 أيام يتصدر الترند في العراق. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن، شلون نشوف زيارة البابا في هذا التوقيت؟ السلام عليكم إلى العراق. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك، تفضل أبو حسن. هي كلها مؤامرة صارت على العراق. أول جيت الهارب فرنسيس. نعم. فهم كلهم مؤامرة على العراق، مؤامرة كلها على العراق، لأنهم كان إيرانيين، يعني هو صار المسؤول المسيحي لما أجوا ما يعرفوا المسيح هم تعرضوا لأبشع الجرائم. نعم. ما يعرفوا قتله وما يعرفوا سبه وما يعرفوا سرقة أموالهم بيوتهم. وهو راح يزور النازحين، راح يزور الناس النازحين من المسيحيين، من المسيحيين اللي عايشين حاليا بأربيل وهم من أهل الموصل، يعني صار لهم سنوات ما قدروا يرجعون. نعم. أخي كل شيء ما يسويه ما يكون زيارة، لا تشفي من مرض ولا تشبع من جوع. هم كلهم متآمرين على 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 الناس كلها. نعم. يعني شو راح يسوي عقب راح يجي الفرنسي؟ شو راح يسوي؟ كل شيء ما راح يسوي، هي كلها مؤامرة على العراق
وعلى العراق بصوره عامه. يعني شو راح يسوي له؟ ما بس ابدال شو راح يسوي له؟ زياره وسولف وكذا وطلع. هناك من يقول بانها دعم للحكومه، دعم للطبقه السياسيه، دعم للعمليه السياسيه. وتدري انت الجماعه راح يصدعون رؤوسنا بعد جزء، يظلون سنتين ثلاثه يحكون بيها انه العراق امن واجا باب الفاتيكان وزار العراق وكل شيء ماكو. نعم. والمسؤول المسيحي هذا فرنسيتي ما يعرف هو الجرى بالمسيحيين، يعني سوى الا اجى شنو يعني؟ صحى كان نايم ما يدري شنو السالفه. اخي كلها مؤامره على العراق وعلى المسيح وعلى الاسلام. نعم. يعني هم دول جوي وباء وباء، يعني كل ما قالوا بسوي عراق خمس ملايين يسووه بالفعل في المؤامرات هاي الدنيا، واللي قتلوا بها الناس وذبحوا واللي سلبوا وسلبوا اموالهم وقتلوا كل ما يسوي شيء. يا اخي هذا كل شيء ما يسوي، يعني هاي كلها ضحك على الناس وعمره كل شيء ما يسوون. يعني هسه ايران، ايران كم دوله طبت؟ نعم. كم دوله غزت واذت؟ ما حكوا، ما 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 يعني ما طالبوا بحقوق الناس. اخي كلها مؤامره. نعم. هذا الرجل اجى يعني انت مجرد واجهه بين احنا ندافع عن المسيحيين وعن العراق، يعني ما يدري العراق ايش صار بيه؟ ما يعرف تهجره واهله وقتله ودواعش والميليشيات. نعم. وكل الوجوه العفنه هذه دمرت العراق، ما يدرون بها يعني سوى اللي عرف سوى. نعم. اللي شاف. اخي كلها مؤامره على العراق، كلها مؤامره على العراق. نعم. ولسه تقول باي واحد يعني هو يعني ما واحد عجباني يعني ما يدري شنو السالفه قبل، شو القتل والارهاب، يدعمون العراقيين يدعمون العراق. هذا كله كذب وما يشبع بالجوع ابدا، وهي كلها قشمره بقشمره. وبس بس رب العالمين ينقذنا. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد، كان معنا أبو أسد من البصرة يعاود الاتصال، تفضل أبو أسد. أحييك وحييك. حياك الله، يا أهلا بك. عندي ملاحظة، أني أحكي قداس البابا وحيي إخواننا المسيحيين المضطهدين اللي كانوا مليونين وكسر أسهم وبقى منهم حدود 450 ألف واحد تهجروا وصلوا الميليشيات. هاي نقطة. عندي نقطة مهمة ارجو ان تسمعها انت، انت ولو يعني في غنى عنها تعرفون. تفضل. اني هسه البابا راح يروح على اساس يزور السيد السيستاني. نعم. تسمعني؟ نعم اسمعك ابو اسد. الو. اسمعك اسمعك. على اساس يروح زيد يزور السيد السيستاني. نعم. بالنجف. نعم. اني من هسه ناذر نفسي ان احرق نفسي وادب نفسي من جسر خالد، انتحر الى التقى البابا والسيستاني وجه لوجه ويحكي، واحد يحكي مقابل الله وكم مترجمين وترجمون ان شاء الله، اذا هو طيب وحد واذا هو حيب. بس اشوف الزياره يروح من الجف وريح يعني يحكون وكلاء، اذا لا وجود بالسيستاني. هاري خلي وضحها للشعب وما عندي غير شيء علي. يعني ما يحتاج انه انت قلت انتحر وكذا، يعني ما يعني اولا شرعا غير جائز. لا. و نعم أني واثق، أني من ده سولف لك هذا الحكي، أني واثق من كلامي. واثق من كلامي وكلامي إن شاء الله يصير صدق والشعب يتهمه. نعم. معلوم؟ ألو. وياك أبو أسد، وياك. أي غير هذه ما عندي يعني بعد. ونقطة رأس فقط. نعم. وأشكرك. شكرا أبو أسد من البصرة كان معنا. طبعا هناك من المغردين في العراق من نشر صور لزعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني، وقالوا بأن باب الفاتيكان أهدى له مسبحة، مسبحته الخاصة لريان الكلداني. خلونا نشوف هذه الصور وإحنا نسولف. نشوف هذه الصور. نعم، معلقها برقبته، والصورة الثانية مأخوذة من مسبحة وحدها. وتساءل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، يعني معقولة باب الفاتيكان ما يعرف بأن هذا الشخص زعيم ميليشيا ومتورط بدم العراقيين؟ هذا بحسب ما نشره العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، وقالوا بأن باب الفاتيكان أهداه هذه المسبحة. وكما أشرنا بأنه استغربوا وقالوا كيف يقوم بإهداء أو حتى الالتقاء به وهو
متهم بدماء العراقيين، وكذلك طبعا كان حاضرين الكثير من زعماء الميليشيات، حتى هاد العامري وغيرهم كانوا متواجدين في استقبال بابا الفاتيكان. طبعا أكدت صحيفة نيويورك تايمز بأن توقيت زيارة بابا الفاتيكان للعراق يثير الكثير من التساؤلات، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا. وأضافت الصحيفة الأمريكية بأن البابا فرانسيس أصر على زيارة العراق الذي مزقته الحروب، على الرغم من زيادة وتيرة الهجمات الصاروخية والتفجيرات والتوترات الجيوسياسية مؤخرا. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن العراق الذي أصيب فيه سفير الفاتيكان بفيروس كورونا يعاني من ارتفاع حاد في حصيلة الإصابات، لافتة إلى أن زيارة البابا فرانسيس قد تعرض أو قد تعرض آلاف الأشخاص أو تعرض آلاف الأشخاص لخطر الإصابة بالفيروس، لا سيما أولئك الذين سيجتمعون في ملعب أربيل من أجل رؤيته. وإحنا شفنا طبعا يعني حتى على مستوى المسؤولين ما لابسين كمامات باستقباله، حتى هو ما لابس كمامة، وهذا يعني بالفعل يثير الكثير من التساؤلات مع الموجة الثانية أو الثالثة من فيروس كورونا، الفيروس المستجد في العراق أو في العالم. طبعا في أول تصريح له فور وصوله إلى بغداد، دعا بابا الفاتيكان إلى ضرورة مواجهة الفساد وسوء إدارة السلطة، وطالب الحكومة في بغداد إلى منح الجميع حقوقهم وإنهاء صوت السلاح في البلاد والبدء بإصلاحات حقيقية. هذا وقد وصل بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق في إطار زيارة تستغرق 4 أيام وسط إجراءات أمنية مشددة. خلونا نتابع هذا التقرير حول زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق ونرجع لكم. زيارة يقوم بها اليوم بابا الفاتيكان فرانسيس بعد أن أجلت مرات عديدة منذ زمن البابا الأسبق يوحنا بولس الثاني، لتفتح الزيارة وابلة من الأسئلة عن الهدف والتوقيت والمآلات. يزور البابا العراق اليوم في برنامج من 4 أيام على 4 محافظات هي بغداد ونينوى وأربيل وذي قار، وتحديدا مدينة أور الأثرية، مسقط رأس أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. يتساءل مراقبون عن الإطار العام لهذه الزيارة، هل هي دينية أم سياسية إعلامية؟ وما الرسالة التي يريد البابا إيصالها؟ وما فائدة هذه الزيارة؟ وأغلب المسيحيين العراقيين قد هجروا من بلدهم وسط تفرج حكومي مريب على مدى 18 عاما. زيارة محفوفة بالمخاطر، فالعراق المزروع بشتى الألغام الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويكثر فيه العابثون والمجرمون بنظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية. تريد أحزابه اليوم أن تستفيد من هذه الزيارة للحصول على شهادة حسن سلوك، وأن تنظف أيديها من كل الجرائم والموبقات التي ارتكبتها بحق العراقيين هي ومن جاء بها وتحالف معها، في أجندة شيطانية لا تغفرها أي زيارة مهما كان حجمها. آمال أحزاب السلطة بأن تمنحهم زيارة البابا صك غفران على ما اقترفته أيديهم اصطدمت أولا بتصريحاته الداعية إلى مواجهة الفساد وسوء الإدارة ومنح الجميع حقوقهم وإنهاء صوت السلاح والبدء بإصلاحات حقيقية، لكن دعوته إلى السلم المجتمعي وجدت استغرابا كبيرا يشي بعدم فهم أن أصل البلاء في العراق هو صراع سياسي على السلطة والثروة تقوم به أحزاب وميليشيات مدفوعة من الخارج، وليس ثمة صراع مجتمعي بين أبناء الشعب الواحد بمختلف انتماءاتهم. زيارة البابا فرانسيس التي أعادت تسليط الضوء على معاناة مسيحيي العراق طوال السنوات الماضية ينبغي أن تعيد التركيز أيضا على جرائم الذين تسلطوا على رقاب العراقيين بكل شرائحهم وساموهم سوء العذاب، وأن يحاسبوا على تدمير بلد وتشريد شعب ينتظر قصاصا عادلا سيحدث في يوم ما طال الزمان أو قصر. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، البابا قال يجب مواجهة الفساد في العراق ومنح جميع العراقيين حقوقهم المشروعة. تفضل. حيث سوى أستاذ عمر وحيث قناة الرافدين. يا أهلا بك. أستاذ عمر، بالنسبة زيارة البابا للعراق يعني اللي كل المعلومات اللي العالم الغربي يعرف انه العراق اللي قاعد يصير بين حكومات المتعاقبة الحكمة العراقيين من 2003 ولحد الان، فكرة البابا على العراقيين
هي جد يعني نقدر نقول متأخرة، لأنه كل اللي صار بالعراق من إخوان المسيح أو على ضوء كلام أنه ماكو فرق بين كردي أو مسيحي أو تركماني، فهاي سلطة الأحزاب ما تحترم أي شخص رجل ديني إذا كان يأتي من خارج العراق أو مهما كان يعني مكانته بالدول الغربية. فسلطة الأحزاب ما تحترم هذه الأمور، لأنه لو كان أكو احترام للشعب العراقي وقدسية الشعب المواطن العراقي، فكان أنه رجل ديني مع احتراماتي إليه ينصح سلطة الأحزاب ورجال الدين اللي موجودين عندنا بالعراق من المراجع اللي موجودة. المراجع اللي موجودة هي تمثل يعني كافة شرائح، إذا كان سنية وإذا كان شيعية، في مختلف البلدان في مختلف العالم. يعني عيب على الحكومة العراقية وعيب على سلطة الأحزاب يعني البابا يفهمهم بالأمور اللي احترام للشعب العراقي وكيف يتعامل المواطن العراقي وكيف يعني إلى حق بحرية التعبير التظاهر وحرية التصرف. فالمواطن العراقي فاقد كل الأمور اللي يريدها. يعني للأسف يعني شفنا بالآونة الأخيرة خلال أسبوع بغداد المحافظات كيف شهدت من عمال البلدية وعمالات عمال الخدمة اللي كيف يعني بنوا الشوارع زرعوا الشتات، يعني سووا في التغيير بشكل لزراعة النخيل في الجزرات الوسطية، تنظيف الأماكن. يعني إدارة هذه البلد من واجب سلطة الأحزاب وسلطة الحكومة، لكن للأسف هذه يعني تبين حلول ترقيعية للبابا، والبابا يعرف هاي الأمور والعالم كله يعرف أنه حكومة الأحزاب ما سوت شيء للشعب العراقي. من ضمن واجبات هاي الحكومة اللي دائما احنا نقول حكومة هي حكومة متحزبة، حكومة طائفية، والشعب يريد وطن، الوطن اللي ما قدم البابا بأنه هذا حق الشعب العراقي يعني بصورة عامة للبلدان العالم كله. لكن للأسف حكومة سلطة الأحزاب أو حكومة الكاظمي أو أي حكومة اللي جتت ما عرف هي متعمدة على دماء على تأثير الشعب العراقي، سلب أمواله وانتهاك يعني حرماته، لأنه ما طول إيران اللي موجودة اللي قاعد تحكم بالعراق فهي اللي قاعدة تغير من الشعب العراقي. لكن للأسف اسمه طائفة العراق قاعد يتحمل. فالرسالة قاعد يؤدلها البابا للعراقيين أو سلطة الأحزاب، يقول لهم كفى مؤامرات على العراقيين، كفى حزبية، كفى بهذه الأمور، لكن ما يقدروا يوصل وياهم الحل، لأن هذول ليس إيدانهم طاغية على قد يطبقون ما يطلعون منا، لأن هم ناس متحزبين وما ممكن راح يستمعون، ما ممكن أن يصير في التغيير عندنا تغيير شامل، لأنه الحكومة وسلطة الأحزاب إحنا ما نريد هاي الحكومة اللي أسقط في العراق وطعتنا كتبت ودمرت، بالأخير تجي تروينا شارع أو تبنينا مدرسة، وين راحت السنين اللي فاتت اللي كانت الشعب من يظهر يطالب يريد وطن يريد حق؟ اتهموهم بالبعثية والعسكرية والصداميين من هاي الأمور، فالبابا خلى هاي الأمور أمامهم. الشعب العراقي لازم يريد حجب أنه صفت عرفت بأنه حكي البابا. يعني برأيك أنت هذه زيارة البابا هل هي تصب في صالح الطبقة السياسية في صالح الحكومة أم أنها سوف تصب بصالح الشعب؟ يعني هل من المعقول لو تحدثنا عن جزئية مسيحية العراق بأن الحكومة سوف تتحرك باتجاه إعادة المسيحيين إلى مناطقهم بعد هذه الزيارة؟ الحكومة بالنسبة ما تتحرك الإخوان المسيح اللي موجودون الموجودين عندنا ببغداد، كثير من إخوان المسيح تهجروا أو قتلوا أو أموالهم أو حلالهم راح أزالت هاي الطبقة الفاسدة من سلطة الأحزاب. فالبابا يعني ما يقدر يكثف الكلام ويشخص الأحزاب اللي أبت إخواننا المسيح اللي بغداد والمحافظات، ما يقدر يشخصهم لأنه إنسان رجل متفاهم
رجل يعرف الاصول متكلم ورجل ما متحزب، رجل بانه عنده روح يعني للعالم اجمع انه يحب السلام، انه يحب يعني الانسان اينما كان، اذا كان بالعراق واذا كان خارج يعني العراق بالدول الغربيه وبالشرق الاوسط. فهذا الرجل يعني احتراماتي له يعني له فد قدسيه كل جيده، بس لكن للاسف سلطه الاحزاب ذاك عمر ما عندهم هذا الشيء انه راح يصغون له. فانا متاكد مواطن عراقي راح ياخذون استهزاء وراح ياخذون الامر اللي قال فيه رساله، ما يصير اي تغيير من سلطه الاحزاب، لانه العراق ظهر وطلب انه نفس اللي ما راد البشر، فما نفذوا اي شيء للعراقيين، فكيف ينفذ شخص واحد وعين على سلطه الاحزاب اللي شخص يجيهم احتراماتي ليعلمهم بانه اداره البلد و وتسليم الروح يعني المتعايشة ما بين العراقيين يجي شخص يعلمهم. نعم. يعني وينكم يا المراجع؟ أنا أشكرك. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو احمد من الرمادي، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يا اخي الغالي. يا اهلا بك، حياك الله. الله الله يسلمك. والله يا اخي العزيز ما اقدر شغل لك احكي لك عن موضوع زياره البابا. نعم. اخوي العزيز لحد الان احنا نشوف الاهداف اللي هو اجى بها لحد الان ما علمت، يعني تدري انت زياره يعني اعلانها قدا يعني ما بيها مجال، لانه يعني تدري زياره اليوم تبدا مراسيم احتفاليات وهي الامور تعرف. لكن يا اخي العزيز بهالوقت هذا يعني ما اعرف يعني صراحه شنو هو اسباب الزياره، شنو غايه من عندها، على شنو جاي، ليش يريد يعني بهذا الوقت تحديدا يعني بهاي الامور الاوقات يعني الصعبه اللي بده يمر بها البلد. يعني هو قال بانه زياره مؤجله كانت من المقرر بابا الفاتيكان السابق يزور العراق في سنة 2000، ولكن ألغيت الزيارة في ذلك الوقت، وتم قال لك يعني لازم احنا ندعم العراقيين واجا. لكن التساؤل انه هناك من يتحدث بان هذه الزيارة تصف في صالح الطبقة السياسية، في صالح العملية السياسية اللي طلعوا العراقيين بتظاهرات منددين ومطالبين بالتغيير. نعم بالضبط، يعني انت تحدثت هذا الامر. يعني هو اسلح حاليا يعني هو دا ينصحهم والله صححوا والله ما ادري شو. اخي احنا 17 سنه مظاهرات واعتصامات وامور تعرف يعني ما غير شيء من هذول حتى يجي البابا يغيرهم، ما ممكن. لكن شو بالوقت الحاضر وزيارته اليوم ثبت جذور الحكومه هاي اكثر شنو؟ لقاءات بقيادات الحشد، لقاءاته بالقيادات الفاسده، وهو منا يحكي القيادات الفاسده، لكن اكو امور يعني مخفيه على الشعب العراقي، الشعب العراقي ما يعرف. زين ليش ما ذكر المظاهرات؟ لازم حقوق المواطن، حقوق المتظاهرين، لازم انتم تغيرون هاي الحكومه، لازم انتم يعني نصيحه وخروا عن هذا الامر. لكن هو ولو ما بيدري شيء، هو الرجل يعني ما يقدر يسوي شيء. يعني انا هسه صراحه يا رايي يعني زيارته مثل ما جاء هو يروح صحيح، لكن هل اكو اهداف سوف يعني بالايام الجايه تتحقق او يمشون عليها؟ زين ليش قالوا احنا مو انا شوف اني مو طائفي حتى اكون واقعي. نعم. ليش قبل زيارته للبلد
سوف يلتقي البابا فرانسيس بالسيستاني والمرجعيات وما زين، ليش ما نذكره مثلا مرجع سني اي كان او مجمع الفقهي او معنى الكلام يعني، ما ذكروا هذا الامر. انا رايي هو اتفاقيه ضد اهل السنه صراحه موجود، واحتمال انه محتمل من المحتمل احتمال تقسيم البلد، والمحتمل تقسيم البلد الى يعني تقسيم طائفي وفوق الطائفي، يعني بتعرف ثبت جذور هسه حاليا ثبت جذور الحشد راح يتحركون براحتهم، ومن المحتمل راح يرفع عقوبات، من المحتمل راح يعني ما اعرف شو اقول لك، يعني الامر مبهم والامر مجهول، ويعني ما ذكر شيء بفائده للشعب، والله لازم تصالحون لازم ما ادري شنو، يعني اكو امور اهم من هذا الشيء اللي يحكيه هذا الشخص. نعم يعني شنو 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 غايته جايني، على شنو جايني؟ انت رجل مسيحي، احنا مو ضد المسيح ولا ضد الاديان الباقيه، لكن الشعب العراقي هو ادرى بمصلحته. زين المتظاهرين اللي طلعوا واللي قتل منهم كذا يعني شخص، هل احد ذكرهم؟ هل احد تكلم بامرهم؟ المغيبين تكلم بالمغيبين ما تكلم بهم، تكلم عفوا عن المساجين او ولو هو يعني هو مو نبي او مرسل جاي حتى ينفذ هاي الامور، لكن هو جاي بغايه، الغايه شنو؟ مبهمه. هذا الامر يعني يا اخي العزيز لازم الشعب العراقي لا يضحك ينضحك عليه. جانا تام وجانا ما ادري منو وجانا ما ادري منو ومسوي له احتفاليات ورقصون، يعني شيء معيب صراحه، شيء معيب. وهو رجل دين لدين اخر، نعم احنا عندنا مذهب المسيح موجود، العفو دين المسيح موجود عندنا بالعراق، دين المسيحي. لكن العراق من اللي حكمه يعني كمسميات يعني نقول، ولو احنا ما عندنا صراحة ما عندنا ناس تحكم له باسم الإسلام، لكن العراق بلد مسلم يعني من قديم الزمان، يعني من زمن ال يعني ولادة الأرض والكون. فما أعرف يا أخي صراحة الموضوع مبهم ومخيف نفس اللحظة. نعم أنا أشكرك أبو أحمد الرمادي كان معنا. خلونا نتابع بعض التغريدات على منصة تويتر تحت واسم أطلب من البابا. محمد الباقر يقول لا تسرع يا بابا نحن في انتظارك. يقول هناك شوارع قد بلطت وأخرى قد نظفت وغسلت وصبغت وبناية قد ترممت وحدائق عامة قد زرعت ونافورات قد شغلت وإنارة في الشوارع تبدلت خلال أسبوعين فقط. يقول هذا خير دليل على أنهم قادرون على فعل كل شيء خلال يوم أو يومين. نعم آخر يقول أطلب من البابا بعدين عجزنا عن مناشدة الماما كما يقول، ها نحن نناشد البابا مروتك الميليشيات سوي لهم شارة. طبعا التعويل على الرجل هو ليس له قرار دولي أو نافذ، ولكن التساؤلات التي شغلت منصات التواصل أو حديث العراقيين فيما بينهم، لماذا هذا التوقيت وفي ظل جائحة كورونا. قتيبة يقول ضربة استباقية، هذا هو الحساب الرسمي للبابا، يقول وينهم خريجي لغات إسباني وإيطالي، نحتاجكم ترجموا شعارات تشرين الإسبانية والإيطالية وحطوها بحسابه، نزلوا صور شهداء بحسابه، غردوا من قلوبكم، خلونا نهيئ نفسيا لصالح تشرين، نتهيئ نفسيا لصالح تشرين قبل ما تخطي رجل أرض تشرين. معنا اتصال أبو محمود من الرمادي، تفضل أبو محمود. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أخوي؟ يا هلا بك، حياك الله، أهلا وسهلا بك. والله نحمد الله. الله يسلمك. شلونك أخوي؟ خير الحمد لله، الله يحفظك. إحنا الله الحمد لله، إحنا نشكر قناتكم الشريفة. ونشكر الكادر مالها كله. الله يسلمك. ألو. أسمعك عيني، تفضل. تسلم لي. يا عمي. ونشكر قناتكم الشريفة. احنا من جاء بابا ما ادري بابا احنا خلي حجاب لطار المقيبين المعتقلين. نعم الو. نعم. اللي جاب حجاب المعتقلين وين؟ صالح صالح فياض ما ادري صالح فياض تلقاه وقام اخذاه وراح القتل. ما حجاب طاري على شنو هو جاينا؟ بس نفهم احنا شنو على شنو جاينا؟ السنه مالتنا وينهم؟ احنا جايين تجمع المسيح، احنا بدين المسيح، فاكيد نقول له بدين المسيح بدينكم وبدين الاسلام، نريد مكتب مصير ولادنا، كل ما هي
يجي رمضان كل ما يجي عيد نقول هذا العيد مكث الله ويانا، كل ما يجي رمضان نقول مكث رمضان ويانا. الله اكبر الله اكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه من الروح؟ ليش هذا؟ ليش ما عجب من تلقى مصطفى الكاظم وقعد وياه ما قال على المغيبين وينهم؟ المغيبين وينهم؟ بس نفس المغيبين وينهم؟ الله اكبر، يروح ابنه عمره 30 يوم ابنه قاعد بالمدرسه هسه انا، يعني شو نقول احنا؟ بس نفسهم شنو هو اللي نحشي وياه نحشي؟ هاي مو حكومه عم، هاي عصابه، حكومه ايرانيه، وهذول الديون مال ايران. ذول كله من السنه الى الشيعه الى الكل، كلهم ذول ايرانيين. احنا وقعنا بيها، وقعت بيها الشيعه، وقعت بيها السنه الابرياء. من يوم من يوم مال تشرين اليوم صار لنا جلسه على اليوم صار ثالث بلشوا بالسنه الثالثه، هم يذبحون يقتلون بهم اخواننا. احنا ما قلنا لهم اخوان، هذول اخواننا شيعه سنه موقف، هذا كنا اخوان، كنا خال وابن اخت. يعني ما يصير شيء، انا كل ما يجي واحد زاير للعراق يقبل المحتملين عليه، ليش؟ على شنو يقبلهم؟ بس الدكتور شنو رايدين من عندنا؟ خلينا نطلنا ولادنا عمي مالنا الاسلام، نروح للمسيح، حتى الدين مالنا العوفة. لا لا العوفة الدين مالنا عمي بعد الحرب، لا 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 نريد ولادنا عمي. ابو محمود صل على النبي، صل على النبي يا ابو محمود، يا ابو محمود يا ابو محمود، الله يعينك الله يعينك. الانسان مبتلى والمسلم مبتلى، كل انسان مبتلى. يعني شنو؟ ما يصير هذا الكلام، ما يصير هذا الكلام اخي. الانسان مبتلى. قران نعم جاء رمضان جاء لاهل الاولياء ما خلينا عمي، يعني ما ترم. الله اكبر، وين الروح؟ نعم. وين الروح عم ولادنا رحم عندهم؟ وين ما وين؟ الله اكبر الله اكبر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. احسنت، الله يعينكم والله يفرج عن جميع الأبرياء. أبو محمود من الرمادي كان معنا. طبعا موقع المونيتور قال بأن عجز حكومة الكاظمي عن ضبط الميليشيات المنفلتة التي تلاحق الناشطين في الناصرية وغيرها سيؤدي إلى انخفاض الدعم الدولي للعراق الذي يعاني اقتصاديا بشكل مؤثر. الموقع الأمريكي أشار إلى أن الناصرية تكتسي بأهمية تاريخية في العصور القديمة، كما لعبت دورا كبيرا في تاريخ العراق الحديث والمعاصر، خاصة مع تصدرها المشهد خلال ثورة تشرين واستمرار مشاهد التظاهرات فيها حتى اليوم، لافتا إلى أنه من المفترض أن تلقي المحافظة وما يجري فيها من انتهاكات اهتماما عالميا، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة أو زيارة البابا اللي بوصل اليوم إلى مدينة أور، راح يزور أور، احتمال باشر يزور مدينة أور، بعيدا عن محاولات طمس معالم الغضب الشعبي بعد لجوئها لفرض حظر شامل للتجوال لمنع أي تظاهرات. نعم. كذلك المعهد الأطلسي للدراسات قال بأن العراق يعاني من منذ عام 2003 من عدم فرض سيادة الدولة في ظل وجود ما يزيد عن 60 ألف مسلح يعملون على أراضيها لا تسيطر عليهم الحكومة. وجاء في تقرير للمعهد بأن أفضل وسيلة لاستعادة السيادة هي الحد من تمويل الميليشيات التي تعمل خارج القانون، لكن الزيادات المستمرة في موازنة لجان ميليشيات الحشد جنبا إلى جنب مع الحصانة التي تتمتع بها الميليشيات الموالية لإيران وسيطرتها المتزايدة على مؤسساتها مؤسسات الدولة ومنها المطارات والمنافذ تجعل المشكلة متنامية. لفت التقرير إلى أن إيران تسيطر على مثلث الأمن والطاقة والسياسة في العراق فضلا عن التعيينات الأمنية العليا، وشدد على ضرورة كسر الهيمنة الإيرانية في العراق عبر دعم التظاهرات الغاضبة تجاه خرق السيادة العراقية. خلونا نعيد المقطع الفيديوي من الناصرية، شلون رحبوا الأطفال ومعهم رجل بقدوم أو زيارة البابا، وبهذه الطريقة والهتافات نقلت كذلك صورة الواقع المرير الذي يعيشه العراقيون. نشوف المقطع ونرجع لكم. الوطن صاير خرابة، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا الفتكان، هلا بابا هلا بابا، أبد ما عدنا أمان، هلا بابا هلا بابا، هلا بابا فرانسيس، هلا بابا هلا بابا، شفت بعيونك الخيس، هلا بابا هلا بابا، دقي دقي يا ربابا، هلا بابا هلا
بابا هلا بابا فرانسيس هلا بابا هلا بابا شرد من عندهم ابليس هلا بابا هلا بابا هلا بابا هلا بابا هلا بابا هلا بابا شوف حال الناصرية هلا بابا هلا بابا دمروها النقرية هلا بابا هلا بابا شوف حال الناصرية هلا بابا هلا بابا دمروها النقرية هلا بابا هلا بابا شامخة وحرة وأبية هلا بابا هلا بابا بابا ذولاك العصابة هلا بابا هلا بابا بابا ذولاك العصابة هلا بابا هلا بابا هلا بابا هلا بابا هلا بابا هلا بابا شوف حاله يا عراق هلا بابا هلا بابا عذبوه أهل النفاق هلا بابا هلا بابا عذبون أهل الكراسي هلا بابا هلا بابا دمران أهل الجناسي هلا بابا هلا بابا هلا بابا الفتكان هلا بابا هلا بابا روح عم بكل مكان هلا بابا هلا بابا كل جمعة تجينا هلا بابا هلا بابا دفتر الشوف المدينة. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.